إذا ظلم إنسان إنسان، أولا الذي حركه على الظلم فساد قلبه بالحقد، فساد قلبه بالحسد، لأنه معناه شو معنى يبقى عنده ده وأنا ما عنديش، أسرق منه، أنهب، أغش، أرشي علشان أطلب منه أي حق. يبقى ده بيعمل إيه؟ فساد في حركة الحياة. لأن الذي لا يعمل إن أخذ من العامل ثمرته زهد الناس في العمل، يقول لك ما نعمل وغيره ياخذ يا معلم. وإذا زاد الناس في العمل بركة بطلت حركة الحياة. والله يريد حركة الحياة حركة موصولة مستمرة مستمرة. فإذا كنت لا أتنعم إلا بجهادي وبعرقي يبقى الكل يعمل، ولما الكل يعمل يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه توازن، ويصير اليد البازلة للعاجز عن الحركة فقط، مش المتحرك وعنده طاقة زي ياخد علي، لا، اللي ما عندوش ياخد مني بحق الله المشروع له، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يبقى من أراد أنه هو يعيش في الحياة عيشة سيئة يشوف للقمة العليا، فلا ينكر وجود الله لأنك قد ظلمت الموجود بأنك قلت معدوم، وظلمت الواحد بأن له شركاء، جبت له ناس وياه شركاء في العمل، يقول لهم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يعني اللي انتم بتعبدوهم لو الذباب جاء على طبق العسل وخد على جناحه شوية عسل، محدش يقدر يمسك الذبابة وياخد منها شوية العسل، ما يمكنش. ضعف الطالب وضعف المطلوب. وإن كان مساويا لك، ما دام مساوي لك كنت زيه ولك طاقته ولك عقله ولك تفكيره، لماذا تبيح لنفسك أن تأخذ حركة حياتي وأنت تفضل متعطل؟ يبقى العالم كله بلطجية عايزين يعيشوا على حركة الإيه. ولذلك قال له يا بلطجي، أنت يا بلطجي اللي هتاخد مال مال غيرك، لو غيرك صنع ما صنع لم تجدوا ما تأخذ.